النهارده مع استاذ دكتور سامي قنديل، منورنا استشاري علاج الالم والحقن بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه. دكتور ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ تمام. المشاكل العمود الفقري، المفاصل كلها كلنا بنعاني منها زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا كده، وكلنا دايما بنتراجع عند فكره العمليه الجراحيه، بنخاف اجراء العمليات الجراحيه خصوصا في المفاصل والعمود الفقري. دي حقيقه، لان الناس فعلا كان زمان اول ما المريض يشتكي من ظهره فكان الطبيعي او العادي ان الدكتور يشوفه استشاري العظام او العمود الفقري او استشاري جراحه المخ والاعصاب، فكان يطلب له اشعه عاديه دي اللي كانت متوفره من فتره بعيده شويه، كان يشوف يبص على الفقرات يلاقي ما بين الفقرات ماشي كويس، سبيس سبيس الفراغات ما بين الفقرات منتظمه، يجي مثلا ودي مشهوره جدا ما بين الفقره الرابعه والخامسه القطنيه او الخامسه والاولى العجزيه، يعني دول اكتر اتنين بنتحرك بيهم قوي، بنركع ونقوم نشيل الحاجات من على الارض والتمرينات والجيم بسيط كده، يلاقي السبيس قل بينهم على طول الدكتور كده دي اللي قدامه شايف ان في حاجه ما بين الفقرتين اللي هو الغضروف اتحرك طلع بره، فيقول له انت عندك انزلاق غضروفي. اول حاجه كانت تيجي في دماغ المريض او على طول يتخيل على طول اوضه العمليات والمشرط والرعب والخوف، وان هو ممكن عمليه تبقى غلط او يحصل شلل وتطلع مشلول وتطلع ما بتتحركش وتطلع ما عندكش تحكم في الاخراج. فعلا دي كل الكلام ده دي حقيقه، دي حقيقه. يعني المضاعفات بتاعتها وارده، لان انا داخل اوضه عمليات، انا مش داخل يعني سوري اشرب حاجه وامشي، لا اوضه عمليات بكل مشاكلها وكل تفاصيلها وارده جدا. انما الكلام الجديد والتفاصيل الجديده والرنين بقى اللي ساعد قوي، لان الطب لازم نعترف ان الطب في جزء كبير جدا منه اللي هو التكنولوجي. التكنولوجي زي ما التكنولوجي في الميديا وفي الكوميونيكيشنز، التكنولوجي في الطب مهمه قوي، الهندسه الطبيه. فبدات الاجهزه والتكنولوجي ساعدنا جدا ان الام ار اي او الرنين المغناطيسي يبين لي شكل الغضروف ده اتعمل ازاي، شكله عامل ازاي. الغضروف قرص مدور يا دكتور، احنا كنا شرحنا قبل كده كذا مره الموديل، كان معانا الموديل. الغضروف ده لو اتضغط لاي سبب او جداره ضعف من اي سبب، نتيجه عوامل الزمن، نتيجه الوزن، نتيجه حركه مفاجاه، نتيجه حادث لا قدر الله، هيطلع في منطقه معينه هيبدا يحصل له زي ما نقول هيرنيا او زي ما نقول بيفلت من مكانه ويخرج على ناحيه على ناحيه من الناحيات. لو لا قدر الله الغضروف ده طلع على ناحيه النخاع الشوكي فده شيء بيبقى صعب جدا، والمريض بيبدا عنده آلام لا يمكن احتمالها، ولازم الناس تفهم كده، آلام لا يمكن احتمالها، يعني سوري في التعبير بيصوت او بيبقى عامل كانه واحده في ولاده او واحد بيتشوي بالكهرب، بيتشوي بمعنى الكلمه، ولا يستجيب لاي مسكنات مهما لو وصل ان احنا نعمل له حاجه اسمها ايبيديورال كاستر عشان نحط له بنج لحد ما يتحضر العمليه. المريض ده لو اتساب يا دكتوره وبدا يعني درجه المخ بقى يتعود على المشكله دي وبدا الدنيا تهدى سنه سنه، هتبص تلاقي في فتره صغيره جدا ما تعديش ممكن ما توصلش لشهر يبدا يحس ان في فود دروب، والموضوع لو اتساب اكتر يبدا يحصل في ضعف ويتنس في الماسلز والعضلات، يبدا ما يقدرش يقوم قاعد على كرسي، ويبدا عدم التحكم في الجول والبواز، واصبح والعياذ بالله في انعداد المشلول.